السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج خليفة وما هو معروف عنه باختلاف موعد غروب الشمس طبقا للارتفاع، حتى أن موعد الإفطار في رمضان يتأخر في الطوابق العلوية بسبب تأخر غروب الشمس. الغريب أن البعض يعتبر هذه الظاهرة دليل على تسطح الأرض. في دبي برج واحد يفطر سكانه في ثلاثة توقيتات مختلفة، وهو برج خليفة، حيث يفطر سكان الطابق الأول إلى الطابق الثمانين على توقيت الإفطار في دبي، ثم يفطر سكان الطابق الحادي والثمانين إلى الطابق المئة والخمسين بعد دقيقتين من توقيت الإفطار في دبي، فيما يفطر سكان الطوابق الأخيرة من 150 فما فوق بعد ثلاث دقائق من توقيت الإفطار في دبي. كما شاهدتم هنالك اختلاف بين الطوابق السفلية والعلوية يصل إلى 3 دقائق أو أكثر. في هذه الحلقة وبناء على قياسات الأرض وحسابات الانحناء، سأقوم بحساب هذه المدة الزمنية لفرق غروب الشمس من أسفل البرج إلى أعلاه، ونرى مطابقتها لحقيقة الأرض. سأضع الحسابات بوضوح حيث يستطيع الملم بالرياضيات متابعة الخطوات، ولمن له توجه آخر غير علمي أن يستعين بصديق ليؤكد له صحة الحسابات. الخطوة الأولى نأخذ الكرة الأرضية، طبعا عندنا هنا خط الاستواء وهنا مدار السرطان. دبي تقع قريبة جدا من مدار السرطان، فحددنا موقعها وسنقوم بحساب محيط الأرض ونصف قطر الأرض عند دبي، طبعا بالإضافة إلى سرعة دوران الأرض. معروف طبعا أن سرعة الأرض تختلف باختلاف، كلما ارتفعنا إلى الأعلى تقل سرعة دوران الأرض، لأن الطول يقل طول المحيط، فلهذا تقل السرعة. سنوضح لكم ذلك بالخطوة التالية. هذا الرسم الأول، لاحظوا هنا برج دبي، أخذنا مدار السرطان، طبعا حسبنا عندنا زاوية اللي هي مدار السرطان 23.5 درجة، زاوية معروفة، فقمنا بحساب نصف قطر الأرض. أولا نحسب كوساين زاوية 23.5 مضروب في نصف قطر الأرض اللي هو 6370، في هاي الحالة بنحصل على 5842 كيلومتر، هذه اللي هي نصف قطر اللي هي مدار السرطان. الآن محيط مدار السرطان اللي هو 2 ط ضرب نصف القطر اللي هو 5842، بيكون محيط مدار السرطان 36704 كيلومتر. طبعا معروف اللي خط الاستواء 40000، لاحظوا مدار السرطان أقل 36700. الآن سرعة دوران الأرض عند دبي، طبعا نأخذ المسافة ونقسمها على 24 ساعة، اللي هو طول محيط مدار السرطان 36704 تقسيم 24 بيطلع 1529 كيلومتر في الساعة. هذه سرعة دوران الأرض عند خط مدار السرطان. طبعا قلنا عند مدار الاستواء 1666 معروفة، لاحظوا بتقل السرعة عند مدار السرطان. الآن مبدأ عمل غروب الشمس على برج خليفة. افترضنا هذا برج خليفة ارتفاعه 0.83 كيلومتر، وافترضنا طبعا متعامد على مركز الدوران اللي هو هذا، افترضنا اللي هو مدار السرطان، وبرج دبي متعامد على مدار السرطان، وبكون بزاوية قائمة عند الغروب على أعلى نقطة في أشعة الشمس. طبعا الشمس هي ليست تسكيل، إنما فقط للاستدلال إنه جايب تماما على زاوية 90 درجة. بتكون في هاي الحالة اللي فوق شايف أكثر، طبعا اللي بكون على هذا المنسوب بكون الشمس عنده بدأت بالاختفاء. طبعا الأرض تدور بهذا الاتجاه، ومتى تختفي الشمس في قمة البرج؟ عندما تصبح البرج في هذا الوضع، هذا قمة البرج، لاحظوا هنا بكون على نفس خط المماس
نفس خط الأصفر هذا. المهم من هنا طبعا احنا صار عنا نصف قطر الارض حسبناه، او مش نصف قطر الارض اللي هو نصف قطر مدار السرطان 5842 بزيد عليه الارتفاع هذا 0.83 كيلومتر اللي هو 830 متر، نحوله للكيلومتر ومنضيفه لنصف القطر، فهاي المسافة من هنا لهنا بتصير 5842.83 اللي بنزيد لها 0.83. طبعا لاحظوا هنا صار عنا مثلث قائم الزاوية، هذا الوتر وهذا الخط القائم، فينا نحسب هاي المسافة نسميها السين، اللي هي سين إذا بتلاحظوا اللي هي بناخذ مربع هذا الوتر تربيع ناقص هذا الضلع تربيع هذا هم تحت الجذر بتطلع قيمة سين. سين في هذه الحالة 98.48. طبعا احنا كل الحسابات هاي حتى نوجد الزاوية الميل يعني اللي انتقل فيها البرج من هاي النقطة لهذه النقطة بنسميها زاوية ألف، هذه زاوية ألف بتكون بنحسبها ألف اللي هي معكوس ظل يعني inverse ظل أو inverse tan، ناخذ الثاني اللي هو 98.4 على الهايت اللي هو 5842، لما بنطلع قيمة الزاوية بتطلع عندي 0.96575 degree. فهنا حسبنا الزاوية هذه. الآن ننتقل للخطوة التي تلي، عرفنا الزاوية اللي هي 0.965757 زاوية ألف، الارتفاع هذا عندنا معروف 5848.2، فبناخذ طول القوس هذا باللون الأزرق اللي هي المسافة اللي انتقلها البرج من هنا لهنا مثلا، بنقول طول القوس هذا بناخذ الزاوية ألف وبنقسم على 360 درجة 0.965757 على 360، بعدين بنضرب في المحيط الدائرة الكاملة 2 باي أو توتا في 5842.83 تطلع 98.484، إذا طول الكوس هذا 98.48. الآن بدنا نشوف الزمن اللي بيستغرق البرج من يوصل من هاي النقطة لهاي النقطة، طبعا هو نفسه الزمن اللي بيحتاجه حتى تغيب الشمس من قاعدة البرج إلى أعلى نقطة، لاحظوا هنا أعلى نقطة في البرج، فهذا الزمن اللي بتقطع فيه البرج هذه المسافة بيكون نفسه الزمن اللي اختفت فيه الشمس من أسفل البرج إلى أعلى البرج، فمعروف من قانون السرعة بتساوي المسافة على الزمن أو الزمن بيساوي المسافة على السرعة، إذا عندنا بدنا نوجد الزمن بنقول المسافة حسبنا الأرتش هذا القوس 98.484 مقسوم على السرعة اللي حسبناها سرعة دوران الأرض عند مدار السرطان اللي هي 1529 بيطلع عندي 0.06441 ساعة، لما بنحولها بالدقائق بنضرب هاي بستين بيطلع عندي 3.8646. إذا الوقت اللي بنحتاجه حتى إنه الشمس تغيب تبقى في من أسفل البرج إلى أعلى البرج وتختفي تماما بيكون أكثر بقليل من 3 دقائق، وصل 3.8646. النتيجة أن فرق الوقت لغروب الشمس بين أسفل البرج وقمته قد بلغت 3.86 دقيقة، أقل بقليل من 4 دقائق. أما لماذا في رمضان رسميا اعتبرت 3 دقائق؟ هذا لأن أعلى طابق سكني يبلغ ارتفاعه 108 طوابق من إجمالي 162 طابق هي ارتفاع برج خليفة، طبعا نسبة منطقية جدا. هذه الحسابات هي دليل واضح وقابل للتطبيق يدل على كروية الأرض، فهل هنالك من يستطيع حسابيا تقديم دليل على تسطح الأرض؟ أنا شخصيا لا أعتقد. شكرا لكم وإلى لقاء قادم، السلام عليكم.